السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفل على كل مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة المحور في كل مكان. حلقة جديدة وبرنامجكم مطبخ عظيمة، تحية وحب وتقدير لحضراتكم. وطبعا اسمحوا لنا في البداية ننوه عن صفحتنا على الفيسبوك مطبخ عظيمة بالعربي، من خلالها بنعرض كل وصفاتنا اللي بنعملها على مدار الأسبوع. كل وصفة بتنزل بفيديو مستقل وكمان سكرين شوت من المقادير مع شكل الطبق النهائي. لكن استفسارات حضراتكم، اسئلتكم عن اي وصفه بنعملها في البرنامج هيكون الرد عليها من خلال الصفحه الشخصيه الشيف عظيمه حمدي بالعربي. النهارده ان شاء الله هنعمل وصفات خاصه بالخرشوف، بما ان الخرشوف بيبقى من الحاجات المفيده جدا ومتالق جدا ولو الناس اللي بتحبه قوي. خلينا نعمل بيه كام وصفه حلوه كده النهارده، وطبعا احنا حاولنا نجمع الوصفات الخاصه بيه تبقى في حلقه واحده خاصه بس بالخرشوف عشان نبقى لبينا كل طلبات اصدقائنا اللي طلبوها مننا. هنبدا اول حاجه، بما اننا متعودين على الشربات الشتويه زي الطماطم وزي البصل وزي الخضار وزي شوربة العدس، طبعا نقدر كمان نعمل شوربة الخرشوف، بس انا هعمل معاه ميكس مع البطاطس. تعالوا كده نشوف المقادير وهنقول هنشتغل فيها زي من الشوربات اللطيفة واللذيذة جدا ومفيدة. عندي كوبايتين من الخرشوف متقطعين شرايح، وعندي كوبايتين من الكريمة، او ممكن تبقى كوباية واحدة لو انتوا حابين، بس هي طبعا عشان تضفي طعم جميل كده غني. كوباية من المرق، وممكن تعكسوا هيبقى كوبايتين مرق وكوباية كريمة براحتكم يعني، المهم هي دي نسبة السوائل. نص بصلة مفرومة، 3 فصوص ثوم مفرومين، بطاطسية مسلوقة ومتقطعة مكعبات، 3 معالق كبار زيت زيتون، 3 معالق كبار من الزبدة، ملح وفلفل، ودي للتزيين زيت زيتون أو أي حاجة خضراء أنتوا حابينها. إن شاء الله الوصفة تعجب حضراتكم. أنا النهاردة هبدأ كده أول حاجة، أحط هنا الحلة وهبدأ كده أول حاجة أخد تشويحة بسيطة بين زيت الزيتون والزبدة كده، معلقه وايه بسم الله، وناخد كمان من الزبده كده. عايزين تعملوها بزيت الزيتون بس مفيش مشكله، بس لو انا بعمل زبده انا دايما في العادي لازم عشان ما تتحرقش قوي لازم نحط معاها زيت، يعني بالتبادل لازم تستخدموا معاها نسبه زيت على الاقل نباتي او زيت زيتون كده. وهياخد البصل بسم الله، طبعا ينفع احط بصل اخضر برضو، يعني الحقيقه الميكس في انواع البصل او الكرات كل حاجه فيهم بتدي طعم جميل جدا جدا، وخلينا برضو ايه نستفيد منه، ده الموسم بتاعه حلو قوي. بسم الله هنشوح بقى تشويحه كده للبصل، حطيت رشه ملح وفلفل عشان ايه اشوح البصلايه شويه، وبعدين هنا كده واحنا هنا مع بعض هنبدا ايه ناخد الثوم بسم الله كده، الشربات الحلوه قوي وتغيير، ونقدر نحط معاها حاجه تانية احنا حابينها فما يبقاش طعم الخرشوف قوي، ويعني احنا ممكن يكون في ناس مش بتحبه، فلما تدوقها تبقى على الاقل تقدر تستطعمها بشكل كويس. فان شاء الله تعجب حضراتكم تجربوها، تبقى الحاجات اللي بتدفي برضو حلوه وكريمي كده وجميله. هبدأ بقى كده اخد الخرشوف هنا، وايه لازم نشوحه، فقبل ما اشوحه هقطعه بس حتة صغنون عشان يسهل عليا فكرة ان احنا نسويه على طول، يعني ان هو ايه هو طبعا ينفع الخرشوف الفروزن وينفع انا في الاخر هضربهم في الخلاط، بس في ناس كمان بتحب انه ممكن تحط منه قطع في الايه في الشوربة بتاعتها صغنونة كده، مكعبات صغننة كده، وهنشوحه برضو مع البصل والثوم بتاعنا اهو، وهناخده بقى كده بسم الله، هنروح هنا وبعدين هضيف البطاطس، كل ده يتشوح الاول مع بعض، وزي ما قلت نسبة الكريمة دي ترجع لحضراتكم، عايزين تضيفوا كريمة ماشي، مش عايزين خالص برضو ماشي. هنبدأ بقى نشوح كده تشويحة حلوة، البصل مع الثوم مع الخرشوف، هحط معاهم كمان بطاطس بسم الله،
مش عايزه احط بطاطس كتير علشان ما تبقاش طعم البطاطس باين قوي قوي. رشه ملح، رشه فلفل، ومش هزود الملح لانه انا في الاخر هضيف مرق، فالمرق هيبقى متملح. عندنا بقى مرق باقي من فراخ، عندنا مرق من لحمه، عندنا احنا مرق خضار نقدر نحطه مكعبات عاديه على طول ماشي. فاللي يعجب حضراتكم مفيش مشكله فيه. بصوا اهو، هناخد بقى المرق بسم الله كده، كوبايه كده من المرق، وهسيبه يغلي مع بعض مش كتير. انا هنا حبيت ان نسبه الكريمه تكون اكتر شويه عشان تدي طعم حلو. للي ما بيحبش الخرشوف فيدوقه، هو في الاخر مش باين، لان هضرب الشوربه دي وهعملها شوربه البطاطس مسلوقه، فكده كده مش تاخد وقت قوي في التسويه. وكمان الخرشوف نفس القصه، فطبعا مش هتاخد وقت. فانا عايزه بس شويه كده في المرق وبعدين اقفل عليها، وبعد كده ابدا ايه اضربها واضيف بقى ليها الكريمه ونطعمها. حتى اللي مش عارف ان فيها خرشوف ودقها مش هيحس ان دي شوربه خرشوف، ما تقولوش لو الولاد مش بيحبوه، بس ياخدوا الفايده منه لهم من الحاجات الحلوه قوي. انا دلوقتي بقى هخلي كده ايه الكريمه جنبي هنا. طبعا الكريمه دي بتدي طعم يجنن مع البطاطس ومع الخرشوف، هتخليه طعمه حلو قوي. كمان البطاطس زي ما كنا بنعملها البطاطس الجراتان، في اصدقائنا طالبينها نعملها ان شاء الله، طعمها يجنن. يعني هي لوحدها بالكريمه بس مع التوم مع شويه الحاجات الحلوه تحط معاها تبقى وصفه لوحدها تجنن. في ناس بتحبها قوي الحقيقه. انا الحقيقه ما بحبش اعملها كتير عشان بناكل منها كتير، فالواحد مش بيقدر يقاوم. تعالوا بقى نغطي دي شويه ونسيبها كده تاخد غلوتين ثلاثه مع بعض، وبعدين نبدا نشوف هنعمل ايه بعد كده. احنا عندنا برضو سلطه لطيفه هنعملها مع بعض بالخرشوف، بس عشان اعمل السلطه دي هبدا اجهز كده ميه سخنه، ميه حطيت عصرت فيها عصير ليمونه عشان طبعا ما يسودش وابقى محافظه عليه، وشريحتين ليمون زي ما حضراتكم شايفين، وهنزل بس كده الخرشوف فيها علشان ياخد غلوه كده زي ما حضراتكم شايفين كده. وايه لمدة 5 دقايق، وبعدين هرفعه واطلعه ونبدا نتعامل بيه مع السلطه بتاعتنا. وطبعا الخرشوف ده خرشوف شهرزاد، من الخرشوف الجميل الحقيقه وطعمه حلو قوي، من حاجات الفروزن الحلوه. وطبعا لو في الموسم بتاعه احنا بنجيبه، ده في ناس امزجه عندها الخرشوف ده، تاخده ورقه ورقه بيحطوه في الزبده وبيقعدوا ياكلوه لحد ما يوصلوا للخرشوفه نفسها يقشروها ويتعاملوا معاها، وطبعا تقدروا تفرزوه براحتكم جدا. فهو من الحاجات الجميله. بصوا بدات تغلي كده شويه، هسيبها غلوتين ثلاثه كده مع بعض 10 دقايق ولا حاجه. الريحه بتاعتها طبعا بدات تبان، ريحه الثوم وريحه البصل، التشويحه مع البطاطس مع الخرشوف مع حته الزبده الصغنونه اللي حطيناها، الدنيا لطيفه. هستسمح بقى حضراتكم دلوقتي هنطلع فاصل صغير وهنرجع بعد الفاصل نكمل باقي وصفاتنا. يكون الخرشوف اخذ الخمس دقايق اللي انا عاوزاهم، هرفعه وارجعه تاني يكون سخن، ونبدا نعمل السلطه بتاعتنا الحلوه دي. خلينا بعد الفاصل مستنيه حضراتكم نكمل وصفاتنا. ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره ثانيه بعد الفاصل. انا زودت بس شويه مرق صغننين، الريحه تجنن الحقيقه، ولازم تجربوا الخرشوف بجد من الحاجات الجميله قوي. يمكن في ناس ما كانتش بتحبه قوي وبعدين حبيته لما كبرت، انا واحده يمكن من الناس دي، بس هو كمان محبوب عند ناس كتير قوي. فارجو انه لما نعمله لحد ما يكونش جربه نعمله بوصفه تكون مستصاغه جدا وحلوه، فلما ياكله يحب انه ياكله تاني، دي مهمه برضو. طيب انا رفعت الخرشوف اللي حطيته في الميه وعصير الليمون اهو، اللي هنبدا نعمل منه السلطه. هوري بقى حضراتكم هنا، انا خلي بس النعناع اهو. بصوا بعد ما اتسلق ريحته طبعا تجنن. اولا مفيش خمس دقايق على طول في ميه مغليه فيها عصير ليمون. طيب هنبدا بقى نعمل ايه، هناخد بقى كده ايه، احنا عايزين نخلط حاجه السلطه دي، فناخد كده بوله بالون بله كده، وننزل مقادير السلطه مع حضراتكم ونبدا نتكلم عنها دلوقتي. لسلطه الخرشوف طبعا اكيد لازم يبقى عندنا خرشوف زي ما قلنا مسلوق في ميه وليمون، عندنا كمان ذره صفراء،
وعندنا نص كوبايه من الزيتون متقطع شرايح، وده اختياري، عايزين اقل مش عايزين تحطه خالص ماشي. عندنا 2 فلفل الوان شرايح، وطماطم شرايح، وخيار شرايح، وخس كامل، انا كله عاملاه شرايح عشان يبقى كله ماتشنج، شكل السلطه ماشي مع بعضه. الصوص عندنا زيت زيتون ربع كوبايه، ربع كوبايه عصير ليمون، ربع كوبايه من البقدونس، فص ثوم، معلقتين مستردة، معلقتين عسل ابيض او مكانهم سكر بني لو حابين، معلقتين كبار من الخل، ورشه ملح. هي من الحاجات الجميله جدا، جربوها دافيه او بارده، هي كمان لما بتبرد بتبقى حلوه قوي. فخلينا بقى ايه ناخد اول حاجه الخرشوف ده، عايزين ايه نقلبه كده وناخده برده شرايح زي ال زي الايه زي ما عملنا بالظبط في في الخضار اللي باقي، عشان يبقى كله ماشي مع بعض. يعني هنحط بقى الخرشوف ده، خلينا نشيل دي مثلا من هنا خلاص مش هستخدمها، والبطاطس ونحط ده هنا عشان وانا بقلب الشوربه كل شويه، يعني من وقت للتاني بقلب المرق علشان ايه، وناخد تاني على حسب كده حضراتكم حابين ايه في السلطه. بصوا عايزه اقول لكم مليان فيتامين اي وفيتامين سي، في منجنيز وحمض الفوليك وزنك. عايزه اقول لكم من الحاجات اللي بتنضف الكبد من السموم، حلو قوي لصحه الجهاز الهضمي. وللناس اللي بتعمل دايت عايزين سعرات حراريه قليله، هو من الحاجات اللي سعراتها الحراريه قليله، وبيخفض مستويات كمان الكوليسترول والدهون الثلاثيه في الدم. عايزه اقول لكم الشوربه دي مفيده جدا، ولو مش عايزين تحطوا فيها كريمه ما تحطوش، بس عايزه اقول لكم بصوا الجمال، حتى السلطه، حتى السلطه وتتاكل مسلوق كده يجنن، رائع. عشان كده بقول لحضراتكم دايما نرجع لما نيجي ناكل اكله لو كلناها غلط عند حد مثلا ومش بيعملها قوي هنفضل كارهينها، مش حابين ان احنا ايه ناكلها. انا اعتقد البوله دي هتبقى صغيره، خد كبيره عشان نعمل طبق سلطه حلو. بسم الله، ونحط بقى ايه، طبعا تقدروا تكتروا من خرشوف، تقللوا منه شويه، تزودوا منه شويه حسب الخضروات اللي حضراتكم بتحبوها. هناخد بقى شرايح الطماطم، الفلفل الالوان، فلفل الرومي، فلفل الاصفر، الحاجات الحلوه دي. عندنا كمان شويه من الزيتون بسيط، والذره طبعا حلوه قوي استفيدوا منها جدا. السلطات دي مهمه قوي 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 للناس بقى اللي بتعمل رياضه، الناس اللي بتشتغل بره البيت، تقعد فترات طويله في لانش بوكس كده او في علبه، تاخد الحاجه دي معاها. خليني اقطع هنا جزء من الخس كده عشان تقدر تاكل طبق كده مفيد في نص اليوم حلو، ما تبقاش ثابت معدتها فاضيه، لانه برضو المشكله انه في ناس ما بتاكلش طول اليوم وتاكل وجبه واحده بس بالليل او وقت ما بترجع ايا كانت بقى 7 8، فده برضو مش حلو، ده مش حلو. والناس كمان اللي عندها مشاكل في القولون او عصبي لازم توزع اكلاتها بشكل منتظم، يعني لازم تاكل وجبات صغننه قوي على مدار اليوم، ما تسيبش معدتها فاضيه وفجاه تصدمها بالاكل، ده بيعمل مشاكل جامده جدا. خلاص كده هبدا بقى اخد كده بوله ممكن من دول اعمل فيها دريسنج، ولتكن اللي فيها هذه الذره، ناخد الذره. بصوا بقى هاخد كده معلقتين من المستردة، في منه كمان الديجون ماسترد، ده بيبقى حلو قوي. انا هاخد كده معلقه صغنونه، مش عايزه يعني اضيفها لان في ناس ما بتحبهاش، او بذور الخردل لو حابين كبديل. فص ثوم واحد كده، عصير ليمون مهم قوي، عصير الليمون، الحاجات اللي فيها فيتامين سي في وقتها دي كتروا بقى منها، البرتقال، عصير الليمون، الجوافه، طبعا الرمان بقى والموسم ده بتاع الرمان، البنجر، الفراوله، الحاجات دي تجنن، توليفه، اعملوا فروت سلطه ودول للولاد ياكلوه، الحاجات دي حلوه قوي. هاخد بقى كمان معاهم زيت الزيتون اهو، وهاخد الملح والفلفل عشان ايه نحط هنا للسلطه، وبعدين نروح نشوف الشوربه بتاعتنا حصل معايا. ما بحبش احط ملح كتير، ويا سلام لو استخدمت ملح الهيمالايا، حلو قوي والحاجات الصحيه وبيتباع في اماكن كتير. بصوا اهو الدريسنج، شويه زيت زيتون كده حلوين، معلقتين كبار على البوله الكبيره بتاعت السلطه دي، وهنعمل كده. بسم الله الرحمن الرحيم،
طبعا هو دافي، الخرشوف بيبقى استيعابه للتوابل وللدريسنج بشكل احلى واجمل الحقيقه يعني. فبيشرب منه شويه، واسفنجي برضو بيتشرب السوائل كويس، فهيبقى جميل. اهو هنزين برضو بكام قطعه خرشوف كده على الوش عشان يبان. بصوا بقى جميله، سلطات في مناسبات حاطينها في الثلاجه والولاد حبوا ياكلوا حاجه تحطوه لهم. الحاجات دي مهمة جدا يعني، الثقافة دي لازم تبقى موجودة. ممكن بقى اخد الباقيين، هما الاثنين الباقيين دول، ونقيه ونزودهم هنا عشان هاخد كده شرايح رفيعة كده حلوة، ونقلب دول مع بعض تاني. سيبوها بقى، عايزين تاكلوها دلوقتي وهي دافيه تمام، عايزين تخلوها تسقع وتبقى ساقعه وتاكلوها بعد ما تسقع تجنن، غطوها بس بكلانفل وتمام. هنقدم بقى الطبق، خليني اقدم هنا السلطه. بسم الله. اوكي، وهناخد بقى ايه، بس بلاش دي عشان دول صغننين، خليني اخد كده. بسم الله. سلطه من السلطات حلوه قوي، خفيفه وطعمها حلو. معلقه المستردة دي هتدي طعم حلو جدا للخرشوف الحقيقه يعني، ومش هيبقى لاذع للناس اللي مش حابه تضيفها، مش هيبقى لاذع، مش هيضايقكم ان شاء الله. كده بص كده روعة، الفلفل الذرة، ولما بنقطع تقطيعة السلطة فيها من بعض روح كده حلوة، بتدي شكل حلو للطبق على فكرة، واحنا بنقدمه جدا يعني بشكل حلو. اوكي، وصحة وهنا على قلب حضراتكم. ده كده سلطة الخرشوف بالخضار، نبدأ بقى نحطها هنا. وتعالوا بقى نرجع على الشوربة بتاعتنا اللي احنا حاطينها على النار نشوف اخبارها ايه. بسم الله، اللي زودناها مرق من شوية اهي، بصوا بقى خلاص تمام، الريحة تجنن. التوم مع البصل مع الخرشوف عامل شغل حلو. هاخد الخلاط وهبدأ احطه هنا، وهبدأ اخد الحلة. بسم الله. علم ينفذ يا فندم. بسم الله. ريحتها روعة. بعت لكم طبق حلو. لسه يا لوزة، أول ما نضرب هنرجع نخلطها بقى بالكريمة. بصوا الجمال. الله 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 الله، الله. يعني انا الشوربه دي بحبها قوي، السلطه بحبها قوي. ده بقى في حاجه كمان هنعملها كمان لطيفه جدا ان شاء الله تعجب حضراتكم، مختلفه بالخرشوف من ضمن الحاجات يعني. خلينا بقى الاول ناخد كده الخلاط ونروح نخلط هنا، نخلط الحركات. بسم الله. تمام، تعالوا بقى. بسم الله. بصوا بقى الشوربه تقلت، حلو الكلام، وكمان عشان فيها بطاطس هنخففها بقى بالكريمه. هوبا نلحق الكريمه بسرعه بسرعه. بسم الله. الله الله، نقلب بسرعه، نشيل اللوش، لو عايزين نزود شوية مرق مفيش مشكلة. اهو بس الاول الكريمة، بصوا بقى شوربة تقيلة بس هنخففها برضو بشوية مرق. وهنا اهو كده، وهنزل مرق، هزود شوية صغنونة
لو انتوا عاوزين بقى الكثافه تقيله خفيفه اهو، بس بقى هتستمتعوا بيها فعلا يعني اهو، رائعه. رشه بقى فلفل كده، عايزين تدوها رشه جوز الطيب ماشي، تبقى حلوه قوي اهو، روعه، مفيده جدا وجميله جدا. حطوا بقى عليها عصير ليمون طبيعي طبعا زي ما بنعمل اي شوربه، عصير ليمون، ناخد كده حته صغننه عشان نعصر عليها الليمون. خلاص انا هرفعه من على النار بقى اهو، بصوا حطينا عصير الليمون، هنقلب وهشيلها من على النار اوكي. وبعدين نروح بقى نغرفها شكل حلو كده، ناخد اللوش الحلو ده ونرفع الحله، اوبا، ربنا يخليك ليا متعوع والله. بسم الله الرحمن الرحيم اهو، بصوا بقى القوام اهو، متوسط وحلو زي ما بنعمل اي شوربه، او قوام تقريبا شبه شوربه الكريم دو فولاي بالليمون بقى اللي احنا حطيناه ده، كمان بيبقى طعمها هيجنن كده. انا الحقيقه الشوربات بحبها قوي اللي فيها الجرشه دي، المجروشه اللي فيها محتوى كده، اما بنشرب بالمعلقه احس ان انا مش بشرب بس ميه، الحقيقه بحب اللي فيها ميه دي لما بتبقى في شوربه لسان عصفور، شوربه خضار او لسان عصفور، ضايفين له شويه خضار بس ايه متقطع صغنن قوي، فاللي هو ايه جميله كده مع الكرفس مع حاجات منيون كده جوه الشوربه بتاعتي. وتمام كده خلاص ادي الشوربه، هاخد بس كده حاجه خضراء، ممكن نكسر كده بايه بحاجه خضراء جميله في النص عشان طبق الشوربه بتاعنا، واتمنى يا رب يعني ايه يعجب حضراتكم وتجربوه. ممكن كمان الوش كده شويه الكريمه دول كده حوالين الايه اهو كده، وطبعا صحه وهنا على قلب اللي هياكل، ليمون يتعصر في ساعتها قبل الاكل على طول. بسم الله هنطلع بقى كده الشوربه، وهنبدا بقى نعمل وصفه كمان حلوه قوي. الوصفه دي انا على نفسي بحبها جدا، بحب الخرشوف بيتحشي لحمه مفرومه وبيتحط في الفرن مع صوص بشاميل كده حلو برضو، دي بتنفع قوي في العزومات، بيبقى لطيف جدا الطبق ده، هنعمله ان شاء الله مع بعض. لكن هنطلع فاصل صغير، نرجع بعد الفاصل نبدا في الطبق بتاعنا، مستنيه حضراتكم. ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره تانية بعد الفاصل. قبل الفاصل احنا اتكلمنا هنعمل وصفه حلوه قوي زي ما كنا بنعمل الكانيلوني محشي لحمه مفرومه، وبنعمل البطاطس المحشيه لحمه مفرومه، وبنعمل حاجات كتير قوي ممكن تبقى اطباق جانبيه يعني. نقدر كمان نعمل الخرشوف محشي لحمه مفرومه وليه صوص بشاميل كده، انا نزلته في الميه اللي كان فيها عصير ليمون، خد بس كده نزله، نزلت من حوالي التلج، نزلت من حوالي الماده الحافظه، يعني الواحد يحس حتى انه ايه مرتاح نفسيا يعني. وهبدا بقى اقول لحضراتكم المقادير وبعدين نبدا نشتغل في الوصفه، بسيطه جدا، ولو عندنا شويه عصاك باقيين ينفع نعمل بيهم، لو عايزين تطعموهم بشكل افضل ماشي. تعالوا نقول عندنا كيلو خرشوف جاهز، كوبايه من اللحمه المفرومه، بصله مفرومه، حوالي فص ثوم مفروم، معلقه كبيره سمنه او زبده، او لو عايزين زيت او تجمعوا ميكس بين الزبده والزيت، معلقه كبيره من الصلصه، معلقه صغيره بهارات، 7 بهارات، عندي كمان زعتر وفي رشه قرفه وملح وفلفل. طيب البشاميل المتعارف عليه دايما بنعمله مع بعض، يعني البشاميل ده بتاعنا، انا عايزه بس البشاميل يبقى ايه خفيف سنه لان هو بيتقل شويه، ومش عايزاه برده ميه لان هو عايزاه يبقى ايه متوسط. هنقول المقادير الثابته اللي دايما لو حضراتكم اول مره تعملوه ان شاء الله تبقى ناجحه معاكم، لتر لبن، معلقه كبيره زبده، معلقه كبيره من الدقيق، الدقيق دايما قد الزبده عشان حضراتكم بس تبقوا عارفين، 2 يبقى 2 زبده، 2 3 يبقى 3 كده، بس هم عموما من المعلقه لحد ال3 معالق دقيق بيبقى على اللتر لبن، يدي البشاميل الرائع للمكرونه وللكوسه ولاي اصناف ثانيه عايزين تعملوها. معلقه صغيره من الملح، معلقه صغيره فلفل، نص مكعب مرق، ويا ريت لو في رشه جوزه الطيب، اي حاجه فيها بشاميل بتحب جوزه الطيب. للوش هحط تشيدر وموتزاريلا، دي
توليفه كده حلوه. البشاميل ده يعني عايزه اقول مقاديره مظبوطه قوي زي ما قلت لحضراتكم، 3 معالق اللي هما بتوع الاكل دقيق على 3 معالق سمن او زبده مع لتر اللبن، مظبوطه جدا زي اللي بنعمله كل مره. طيب دلوقتي بقى انا هاخد كده ايه طاسه وهنبدا نشوح العصاج. احنا هنعمل في الاخر عصاج عادي جدا زي اللي بنعمله عاده لما بنعمل رقاق، بنعمل اي وصفه تانية. بسم الله، حط كده معلقتين زيت، ما بكترش لان اوريدي اللحمه ممكن يبقى فيها شويه فاتس، واكيد هيبقى فيها حتى لو هي حمراء بنسبه 100% الا ان هيبقى على الاقل فيها فاتس. انا بين انسجه اللحمه استحاله تبقى زيرو فات دي. طيب هاخد كده البصل هنا، بسم الله. هبقى اول حاجه انزل البصل كده واطعم على طول البصلايه دي برشه ملح بسيطه ورشه فلفل، وايه ونبدا نقلبها كده. تبدا البصله تطعم، تاخد طعم حلو وفي نفس الوقت تطلع يعني الميه اللي فيها وتبدا تستجيب. ممكن اخد بقى في اللحظه دي هنا نص مكعب كده صغير من المرق هنا، واحط بقى معاهم الثوم. عايزه اخد الثوم، فص الثوم او فصين ثوم كده مفرومين، وبعدين هننزل بسم الله اللحمه المفرومه. كده وبحط دايما على اللحمه لازم رشه الملح ورشه البهارات كده، رشه ملح كمان مع نص مكعب، تدي تست حلو قوي، تاتش القرفه البسيط قوي. لو مش عايزين تحطوه ما تحطوش، كفايه البهارات 7 بهارات ونص مكعب المرق مع الملح والفلفل والبهارات، يطلع عصاك طعمه الجنب. في ناس تحبه محمر زي ما يعني احمر شويه، فانا ممكن اديله معلقه طعامه كده، وممكن يسيبه عصاك زي ما هو بلون اللحمه بتاعته الطبيعيه جدا زي ما حضراتكم بتفضلوا اعملوا. دي في الاخر اختيار، انتوا بتحبوا تاكلوا ايه، بتحبوا العصاج ازاي، بشكل ايه جوه الوصفات دي. كل اسره وعيله اكيد ليها دماغها في الاكل. ممكن اضيف حاجه، حضرتك تاخدي حاجه بسيطه من وصفتي، حاجه انا بعملها تديكي اضافه لحاجتك الحلوه اللي انت اوريدي في العادي بتعمليها، فتطلع احلى بكتير كمان. كده اهو ده العصاق. طبعا ده بيدخل فرن لان انا مش هسوي اللحمه يعني بنسبه كبيره، فيا دوب بس بصوا ما فيهاش بقى سوائل، ما فيهاش حاجه اهي، بصوا طاسه المهم ما بيبقاش فيها سوائل كتير. طعمتها بالتوابل حلو، دي رشه بس كده ايه من الزعتر خفيفه بسيطه. احط معاهم بقى انا من معلقه كده، احب اديله لون نحمر سنه بسيطه، من معلقه صلصه واحده كده لون بينك فاتح بس تكسر درجه لون اللحمه. وزي ما قلت لحضرتك ده اختيار برضو، زي ما الناس بتحب بالمكرونه البشاميل تقول لك تحب اللحمه المفرومه تبقى ايه فيها لون شويه، ولا تحبوها على لونها على لونها كده. ما انا هاجي دلوقتي انطف جوه كرشه بس جهزه عشان انا بيقول لي ايه بطاقه، يعني اقول لحضراتكم ايه، مفيش مش حساب ان انا سامعاه مثلا. يقول ايه؟ يقول لي هو طبعا بيبقى حلو على لونه، طبعا ما هو كل واحد دي يعني اختياره الخاص، يعني انا مش بفرض عليك حاجه مطوعه اكيد كده. بصوا بقى هرفع بقى العصاق ده خلاص من على النار. البشاميل ينفع نبقى عاملينه يعني لو عندي موجود من قبل وانا حبيت استخدمه اوكي، وكده كده هيدخل يسخن، بس يا دوب نديله بس تلينه كده على النار. فانا اوريدي مجهزه عندي بشاميل، خليني احطه هنا اهو، كنا عاملينه عشان احنا عملناه كتير جدا جدا الحقيقه مع بعض، فخليني ايه انزله كده هنا نديله بس تسخينه لطيفه عشان اهيئ ان الحاجه دي كلها تبقى مظبوطه. بقى لما بيقعد بيتقل بيبقى تقله ازاي،
عشان فرصه بقى ان حضراتكم جيتوا تشوفوه هو تقيل بقى. بصوا ما بيتقل بيبقى عامل ازاي، اللي على اللتر اللبن مع الدقيق الثلاث معالق، بصوا يبقى قوامه عامل ازاي. اما بيقعد في الثلاجه ويسقع بيجمد، فبيبقى ده القوام. عشان كده لما هنعمله مع مكرونه بشاميل او مع اي حاجه تاكدوا انه هيديكوا قوام حلو وهيبقى مظبوط، فما تبصوش انه خفيف في الاول، والله بجد ما تبصوش انه خفيف في الاول عشان هو برده لما بيهدى بيتقل، فدي برده من ضمن الايه الحاجات المهمه يعني ناس كتير بتقع فيها وتفضل تقولي بيفضل خفيف لحد ما تقله ويتقل قدامها برؤيه العين. طب ما هو بعد كده هيبقى تقيل جدا لدرجه انه هيبقى عامل زي القطع الصارمه دي الضخمه دي. طيب ادي البشاميل، وهجيب هنا بقى البايركس كده هنا، وهبدا اخد وحدات الخرشوف ممكن كده. بصوا جميل ده ازاي كده، وهنا كمان او ممكن اخد وحدتين صغننين نشيل دي ونحط دي افضل. كده اوكي، وهنبدا بقى ناخد حشو اللحمه. خلينا ناخد معلقه صغيره احسن كده، هنحشي عادي لو وقع شويه بره مش مشكله يعني، بس احنا بنحاول نبقى شايلين الواحده واخده كل حاجه، واخده اللحمه واخده صوص البشاميل عصره الليمون واللي احنا نزلناه الميه اللي نزلنا فيها الخرشوف دي بتفرق في طعمه جدا. الناس اللي بتاخده متلج على طول تحطه في الوصفه مش حلو، لا لازم ميه وليمون ياخد غلوه كده، ميه مغليه يطلع ريحه الماده الحافظه دي ويرجع طعم الخرشوف الحقيقي الحلو بتاعنا، يبان ريحته بقى والحاجه الحلوه اللي فيه بقى كده. وهنا كمان طبعا اللي مش بيحب البصل يبقى واضح، انا يمكن بحبه في بعض الحاجات زي دي يبقى باين فيه شويه من البصل لانه بيبقى طعمه مسكر ويجنن، وفي ناس ما بتحبش تبان خالص، فلو حضراتكم مش حابين ان البصل يبقى فيه باين لا افرموه طبعا، نعموه خالص ما تبينهوش يعني، دي في الاخر برده حريه شخصيه وده حقكم يعني. طيب هاخد بقى معلقه ثانيه كده وابدا ايه انزل فيها البشاميل بقى. بصوا يا سلام، ما هو محمر اهو، مش هناكله لك عشان فيه صلصه، مش هناكله لك ماشي. طيب هاخد بقى شويه من البشاميل ده هخلط معاهم شويه الجبنه دول، شويه هنا كده من التشيدر وشويه من الموزاريلا، احط عليهم كبشه واحده بس من البشاميل عشان لما اجي اضيفه كده بس كده، عارفين ايه اللي هو اديله بس طراوه كده احسس الجبنه دي ان هي ايه اهي كده، لما احطها بس هتسيح فورا مش هتبقى سايبه اثر كده مش حلو فوق الخرشوفايه، ده بالنسبه لي مهم جدا. ناخد بقى الملعقه دي وناخد هنا يعني هاخد من الجبنه دي كده، وهاخد بقى من البشاميل فوقها اهو كده، تنزل بقى من على الجناب بتبقى روعه، وهاخد هنا كده، دي استحالة تقع الجبنة، هتكمش الجبنة كده هتمسكها ببعضها وهتخليها ما تقعش من فوق الخرشوفة، ولو انتوا بتاكلوها هتلاقيها دي اتفصلت دي بعيد عن دي حاضر كده كده. انت اللي قلتيلي مش دعوه بقى كده، بصوا بقى دي بقى تخليه حتى لما نطلعها تفضل ماسكه نفسها، الغلاف اللي فوق ده او التوبنج اللي فوق ده
ماسك نفسه على الخرشوفه استحاله يفصل عن اللحمه اللي تحتها. حالا يا فندم حالا. صح حقك طبعا. بيقول لي هنشوف الكلام ده ما يطلع من الفرن. اوكي انت جاي النهارده وتقريبا مش فاضي غير ان انت تعاقب على الوصفات صح؟ طيب ماشي انا جايه لك دلوقتي حالا. هسيب كل اللي في ايدي وجايه لك حالا. حالا ماشي كده بقى هبدا ادخله فرن. عايزه بس اعمل كده ادخله فرن. انا هو مش محتاج. هو طبعا اتسلق واللحمه مفرومه جاهزه والجبنه يا دوب هتاخد والبشاميل لون. فانا هدخله فرن عادي جدا حراره متوسطه. خليني بس ابعد طب ده كده عشان لما افتح الفرن هحطه كده قدام حضراتكم ان شاء الله ياخد اللون معانا. بسم الله. مش مشغله فوق، شغاله فرن وهيلون. هوريكم برده شكله. وطبعا على حسب درجه الجبنه واللون اهو. هي ماسك فيه ده ولا مش ماسك؟ يا متعلمين يا بتوع المدارس. ربنا يخليك يا مطوع. فهتلاقوها ايه من الحاجات الجميله برضو. نكسر بس حلو ده. شفتوا بقى بيبقى طالع ماسك نفسه كده واعتقد ان هو بيبقى يعني ايه مش محتاج ان شاء الله. في ناس بقى بتحط البشاميل بس حرام وبيفرق معاها قوي ان هي بعد ما بتتعب بيروح واقع من فوق. دي برضو فكره حلوه للاجبان عاده يعني. وكمان لما تكون الاجبان مش حلوه عارفين لو انتم مش ضامنين نوع الجبنه الموتزاريلا او الجبنه اللي حضراتكم هتستخدموها الافضل ان احنا نعملها بالبشاميل كده فتدي مطه وتدي درجه حلوه ونبقى برضو ايه عالجناها يعني. لحد طبعا ما احنا اكيد من كتر التجارب الواحد بيعرف ايه النوع الكويس وايه النوع اللي مش قد كده. قبل ما نعمل بقى عصير هو تستغربوش ان العصير ده هيتعمل بالخرشوف بس الخرشوف اللي هيبقى مسلوق هيبقى خرشوف فريش. فريش لازم نعمل وقت العصير ده ما يكون الخرشوف فريش لسه اخضر واحنا اللي مقشرينه وطلعينه ويا دوب نديله الايه الحاجه بتاعتنا الحلوه عشان نستفيد بالقيمه الغذائيه اللي فيه. هنعمل بيه عصير لطيف جدا وسهل. بس قبل العصير عندنا تطبيقات خاصه بحضراتكم حلوه قوي نفسي نتشارك مع بعض واحنا بنعرضها. فاسمحوا لنا هنعرضها مع حضراتكم دلوقتي وبعدين نرجع نعمل عصير. معايا جنه الفردوس عامله باستا فلورا تسلم ايديك يا جنه. روبي الخولي عامله كيك تسلم ايديك يا روبي. الي سامي عامله كيك يجنن تسلم ايديك يا حبيبتي والله لونه يجنن. الله عدي محمد الله الله على البسبوسه. هو ده الجمال بقى اهو ده الجمال. مرمر روحي عامله بيتزا تسلم ايدك يا مرمر. وعامله فراخ مشويه شكلها يجنن ما شاء الله. هناء علي عامله جلاش باللحمه المفرومه تسلم ايديك يا هناء. ولاء محمد عامله ساندويتش تشيكن ماك ارابيا حلوه قوي تسلم ايديك والله. الله لو شريط مخلل بقى. وتشيكن كريسبي بانيه الله يا سيدي. وعامله مندي الله الله تسلم الايادي حبيبتي دايما عامر والله. لاجل ابنتي عامله جلاش يجنن. ولاجل ابنتي بتبعت لنا حاجات جميله. ولاء بتبعت لنا حاجات جميله. في اصدقاء لينا عزاز علينا. ام اياد كمان عامله كفته تجنن دي كفته فراخ دي. وعامله فطير يهبل روعه ما شاء الله. ورز اصفر يجنن بالقرفه واضح يجنن. اميره يسري اميره عامله كيك يجنن متالق الكيكس والله حلو قوي في الاجواء البارده دي. احنا بنميل للحاجات الساخنه فعلا الدافئه اللي بتدفي البيت كده والروائح الحلوه ريحه المخبوزات. تعالوا انا الحقيقه في العصير ده هستخدم ممكن مكان السكر البني احط عسل معلقتين عسل ابيض عصره ليمونه خرشوف كام واحده وهستخدم انا هستخدم العسل الابيض مع الخرشوف مع الليمون وشويه ميه. اللي عايز يضيف ليه لبن يضيف مفيش مشكله. انا يعني في الواقع اللي حضراتكم عاوزينه مفيش اي مشكله. حاجه بسيطه جدا العسل الخرشوف الليمون. انا هاخد بقى ايه الخرشوف اهو. العصير ده يا جماعه الناس اللي عايزين يقصوا وزنهم يشربوا العصير ده والناس اللي عندهم مشاكل في الامساك يشربوا العصير ده. حلو قوي كده. بصوا بقى بسم الله. وبعدين عصرة الليمون يعني حوالي ليمونتين
زي ما تحبوا بقى، ليمون طبيعي، ليمون ادالي. اصلا الليمون حلو جدا لما بيتعصر في الايد، انا بحبه عشان مفيد للايد جدا وللبشره الحقيقه يعني. طيب هاخد هنا كده العسل الابيض، بسم الله. اوكي تمام. الله الله، خلي دول اجمل بيهم. وهناخد بقى شويه ميه، ميه حلوه، ممكن تحطوا كام مكعب تلج براحتكم يعني لحضراتكم. عايزين تحطوا لبن؟ والله انا هحط ميكس ما بين ده وما بين ده، معلش عشان ايه، انا برضو بحب الحاجه مفيده. شويه كمان بس كده. ما عايز يحط لبن خالي الدسم ماشي، مش عايز يحط لبن خالص برضو براحتكم. عايزين تحطوا عصاير فاكهه خفيفه ماشي. الاحتياط يعني، خليني بس اشيل دي الاول هنا. انا بس بحاول، خايفة يبقى فيه قطع زيادة ولا حاجة، فخليني ايه ممكن اخد معلقة كده او هنا انزل، لانه عايزاه يبقى خفيف مش فيه اي حاجة تنزل فيه، بس هو واضح ان هو ناعم كله الحقيقة. خلينا ايه، لا هو ناعم كله، فخليني بقى ايه انزله بدل ما اتعب حضراتكم. بسم الله وروعه اهو. بصوا بقى الجمال، حلو قوي وطعمه يجنن، طعم العسل هيديله اضافه كده حلوه، وان شاء الله تجربوه. وميزه انه فيه لبن، في قطع كده صغار نور. حاضر، هي واحده بس نمسح الكاس كده ونظبط الدنيا. وده عصير الخرشوف علشان الناس اللي عندها مشاكل في الامساك. اتمنى يا رب انه بقى ينول اعجاب حضراتكم ويعجبكم وتجربوه ان شاء الله، صحه وهنا على قلب حضراتكم. حاجات حلوه ونقدر ندخلها في سيستم حياتنا، يمكن يعني ربنا سبحانه وتعالى بعت لنا هذا الابتلاء من الكورونا عشان احنا نفهم ان في حاجات كتير قوي مهمه لينا والاجسامنا لازم نتعامل معاها، والحاجات اللي ما كناش بناكلها واضطرينا ناكلها عشان هي فيها حاجات بتقوي جهاز المناعه وبتساعدنا. يا ريت ان احنا يبقى عندنا الثقافه دي، يمكن ولعله خير، واكيد هو خير ان شاء الله لحد ما ربنا يجعل في قضاه رحمه. النهارده حلقه خاصه بالخرشوف، اتمنى يا رب ان تنول اعجابكم. عملنا منها شوربه الخرشوف ميكس مع البطاطس المسلوقه، منكهات بسيطه جدا بالكريمه. عملنا سلطه الخرشوف بالخضروات الحلوه، وقلنا ايه التركه اللي في الخرشوف لما بنكون بنجيبه جاهز. مهم قوي ننزله في ميه وليمون علشان نبدا نشيل ماده الحافظه وفكره التلج، ويرجع طعمه الطعم الحلو اللي بنستصيغه. عملنا طاجن الخرشوف باللحمه المفرومه، وعملنا ليه البشاميل من فوق مع الاجبان بالشكل اللي حضراتكم شايفينه، يبقى حاجه جانبيه زي الاطباق اللي بنقدمها. وعملنا كمان عصير الخرشوف بالعسل واللبن، اتمنى والليمون. اتمنى يا رب انه ينول اعجاب حضراتكم تجربوه باذن الله، وان شاء الله يا رب تبعتوا لنا تطبيقات اللي تساعدنا جدا، واتمنى من الله والله يكتر على الله. اشوف حضراتكم من هنا لحلقه جديده على الف خير وصحه وسلامه وسعاده، و السلام عليكم.